فاطمة محمد صبحي مرشدة سياحية في أسوان ومرشدة لمشاهدة الطيور. وجود حيوان زي كده في مكان بالبيئة دي القاسية دي عليه، وإنه يكون في الأسر الفترة الطويلة دي كلها، يقعد محبوس في قفص ويتحط له شوية مية صغيرين، ده بعد شوية ابتديت يعني أفهمه. لما التمساح بتاعنا طبعا كبر بقى حوالي 1.5 متر، أصبحت حركته في المكان ضعيفة خالص، فقررنا إنه ليه يعني يسيب ويتعذب في المكان ده، أحسن إن إحنا نطلقه في بيئته الطبيعية اللي هي بحيرة ناصر. ما تخافوش. طبعا لحظة ممتازة خالص لما التمساح نزل أخيرا من المية وكان شكله سعيد. يعني احنا حاسين بكده. لازم اللي يحصل ان يكون في قانون قوي يفرض غرامات كبيرة او عقوبات معينة على البيوت اللي عندها تمسيح، ويكون في توعية بقى للاصل المصدر اللي بيكلم الناس بقى عن الموضوع، اللي هو الشركات او مرشدين السياحيين، ان لا تقدر تشرح القريه اللي بيها ويقدر السائح يكون مستمتع بدون ما حته التمساح دي.